وملف تعبيرا عن وقوفه الى جانب كل الاسرى المدربين عن الطعام في سجون الاحتلال ويطلق رساله انسانيه رساله من هنا من فلسطين الى كل العالم ان اعملوا مثلما ساعمل انا تعالوا الى فلسطين تعالوا الى قيم الاعتصام تعالوا وقفوا مع الشعب الفلسطيني ومع الاسرى في معركتهم المشرفه الفنان مارك توماس سيشرب الان الماء والملح Palestinian hunger strikers must be treated like human beings and must be treated fairly. وأنا من هنا أؤكد على ضرورة وأعلم أن الفلسطينيين المعتقلين السياسيين الفلسطينيين يستحقون أن يتعاملوا بإنسانية لأنهم لهم هدف سياسي محدد. I call upon all people of all nationalities to show support for the Palestinian prisoners on hunger strike. I call on my fellow countrymen and women to show support for Palestine, for the Palestinian cause, and for those prisoners on hunger strike. أقول لكل الناس وكل العالم بأنكم يجب أن تظهروا دعمكم للقضية الفلسطينيين للقضية الفلسطينية ولقضية المعتقلين السياسيين الفلسطينيين وأقول لشعبي البريطاني نساء ورجالا أنكم يجب أن تظهروا هذا الدعم للقضية الفلسطينية وللمناضلين المعتقلين الفلسطينيين